السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهاردة هشرح لكم طريقة عمل غرزة شتوية. في البداية كده متنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني باللايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. في البداية كده الغرزة دي هنستخدمها في ايه؟ هنستخدمها في مشاريع كتيرة جدا من مشاريع الكروشيه. من خلالها هنعمل بروفرات وهنعمل جواكت وهنعمل كمان كوفيات وايس كابات وهنعمل منها لكليك سواء للاطفال او للكبار، فهنستخدمها كمان ممكن نعمل شيلان نسائي، فهنستخدمها في مشاريع كتيرة جدا جدا من مشاريع الكروشيه. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، أنا هستخدم إبرة مقاس 4.5 ملم وهستخدم خيط صوف ومقص. هي دي الأدوات اللي هستخدمها. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل الغرزة. الغرزة دي زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو هنستخدمها في مشاريع كتيرة جدا من مشاريع الكروشيه. من خلالها هنعمل بلوفرات وهنعمل جواكت وهنعمل كوفيات وطواقي، وكمان هنعمل لكاليك سواء للأطفال أو للكبار. هنبتدي دلوقتي. الإبرة اللي أنا هستخدمها هستخدم إبرة مقاس 4.5 ملم، تمام؟ طبعا انتوا تقدروا تستخدموا مقاس الإبرة المناسب لحجم الخيط اللي انتوا هتستخدموه لسمك الخيط. هنبتدي دلوقتي نعمل عقدة البداية بالشكل ده، بعدها هنبتدي نعمل غرزة سلسلة عادي جدا لحد ما بنوصل للمقاس اللي احنا عاوزينه. بس انا هعمل غرزة سلسلة بعدد كروكي كده علشان اشرح لكم عليه الغرزة، تمام؟ بسيب غرزة كده، بسيب غرزة تانية وبدخل في التالتة بعمل غرزة حشو. اشتغل السطر ده كله غرز حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده. نستمر من غرز الحشو. كده غرزة الحشو اللي هي بنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الغرزة، بقى عندي حلقتين باخد لفة واطلع من الحلقتين. كده وصلت لاخر غرزة في السطر واشتغلت فيها، ادي كده غرزة حشو والسطر الاولاني بقى بالشكل ده. السطر التاني هيبقى برضو هنرتفع باتنين سلسلة، 1 2، وهلف القطع عندي كده بالشكل ده وهاخد لفتين على الابرة. ركز كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 1 2 وبنزل في الغرزة، اول غرزة بنزل فيها كده وباخد لفة واطلع من الغرزة، باخد لفة واطلع من الاربع حلقات اللي على الابرة كلها. هي دي الغرزة بتاعتي، باخد لفة واطلع من الاربع حلقات كلها اللي على الابرة كده بالشكل ده، تمام؟ ان باخد لفتين على الابرة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات، باخد لفتين على الابرة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات بالشكل ده. باخد لفتين على الابرة كده بالشكل ده، تمام؟ وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات. بستمر بنفس الطريقة لحد نهاية السطر كده. باخد لفتين وبنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات اللي على الابرة.
كده بالشكل ده. تمام، اهو باخد لفتين وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات. بستمر كده بنفس الطريقة لحد نهاية السطر، ان انا باخد لفتين على الابرة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات مع بعض. تمام، الغرزة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ سطر بيبقى غرز حشو عادي جدا، والسطر التاني بيبقى برضو عبارة عن غرز حشو بس بالطريقة دي، ان انا باخد لفة باخد لفتين على الغرزة على الابرة، اوكي، واخد لفة واطلع من الاربع حلقات بالشكل ده. كل كمان الغرزة دي يفضل ان هو سمك الخيط بتاعها يبقى سميك اسمك من كده، لان كل سمك خيط، كل ما الخيط بيبقى سميك كل ما الغرزة بتبقى اوضح واتقل معانا، لان الشتاء بيحتاج الغرز تبقى واضحة وتخينة كده ومتماسكة. تمام، علشان تدفي باخد لفتين وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات. هي دي الغرزة بتاعتي، اللي هو السطر بيبقى غرز حشو عادي جدا، والسطر التاني بيبقى الغرزة دي، ان انا باخد لفتين وباخد لفة واطلع من الاربع حلقات. اهو ادي واحد اتنين، بنزل في الغرزة باخد لفة واطلع من الغرزة، بقى عندي اربع حلقات، باخد لفة واطلع من الاربع حلقات بالشكل ده. تمام، باخد لفة واطلع من اربع حلقات. دي كده اخر غرزة في السطر. السطر اللي بعده هيبقى عبارة عن غرز حشو، برتفع باتنين سلسلة وبلف القطعة كده بالشكل ده، وهشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادي جدا لحد ما بوصل لنهاية السطر. اهو كده غرزة حشو عادية. برتفع باتنين سلسلة بعد ما خلصت السطر اللي هو غرز حشو، برتفع باتنين سلسلة. تمام، وبلف القطعة كده بالشكل ده وباخد حلقتين على الابرة وبنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الاربع حلقات الموجودين على الابرة بتاعتي كده بالشكل ده. وزي ما وضحت لكم، كل ما الخيط يبقى سميك كل ما الغرزة بتاعتنا هتوضح وتدي شكل جميل معانا كده. اهو حلقتين. تمام، واخد لفة واطلع من اربع حلقات. اتنين اتنين. الغرزة طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا، هننفذ مع بعض بيها، هنعمل مع بعض بيها سليبر لكلوك يعني للأطفال وللكبار، وهنعمل مع بعض بيها كوفيات وطواقي، وكمان هنعمل بلوفرات وجواكت، وهنستخدمها كمان ممكن نعمل بيها سجادة أو مفرش. تمام، لو استخدمناها كمان بخيط الكليم هتبقى تحفة جدا. ممكن كمان نعمل بيها شنطة بس بخيط الكليم، الغرزة دي هتبقى جميلة جدا جدا.
لاني كل ما سمك الخيط يبقى تخين كل ما الغرزة بتاعتنا هتبقى احلى واحلى كمان. باخد لفتين وبنزل في الغرزة وباخد لفة واطلع من الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات اللي على الابرة. اخر غرزة في السطر وبتبقى عبارة ان انا بنزل باخد لفتين على الابرة وبنزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الاربع حلقات بالشكل ده. تمام، ده شكل الغرزة. السطر اللي بعده هنرتفع باتنين سلسلة وهنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادي جدا لحد ما بنوصل لنهاية السطر. تمام، زي ما احنا شفنا مع بعض طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا، ما فيهاش اي صعوبية ولا حاجة. كده ادي شكل الغرزة بقى بتاعي بالشكل ده. تمام، شكلها جميل جدا واضحة. هي فيها فراغات بس تقيلة لان الحلقات اللي احنا خدناها على الابرة تقلتها وخلتها، والفراغات كمان مديها شكل جميل جدا. ده كده شكل الغرزة بتاعتنا. الفيديو الجاي ان شاء الله او الفيديوهات الجاي ان شاء الله هوضح لكم هنعمل برضو كوفية بالغرزة دي، وهنعمل برضو سليبر للاطفال او للكبار، وهنعمل لكلوك بوت للاطفال، وهنعمل برضو بلوفر، وممكن كمان نعمل بيها شنط، وزي ما وضحت لكم هنستخدمها في مشاريع كتيرة جدا من مشاريع الكروشيه. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الغرزة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الغرزة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجوده في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على اخر الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله.